الى عندك الى عندك الشح شجع عليه ماشي تخرب ليك كيما مازا احتج بطريقة مشروعة احتج بطريقة سلمية الصوت ديالك بطريقة بشعارات مسؤولة راه ما عندك ما دير سدي الباب خليهم يسدوا الباب لا مليت انت احتجيتو شحال من مرة جلسوا عاودوا احتجوا مرة أخرى هذاك حقكم ولكن باش تخرب المطبق العمومي لا بعد رجعتي قرين نقص لي شي حاجه تاع قرين اكون محمد بن ميس استاذ باعداديات ابن طيب جوج باش كنا نوضح هذه الصوره ما مد يوصل الاحتجاجه وانه يمكن المشكله يمكن ساكنة ابن طيب سمت النهار وانه مجد شغوي قبيل اعداديات ابن طيب جوج يجن مقطع ليس 150 متر يسبقون الوقفة الاحتجاجية يسبق يسدعانا غدا العامل مهم تحاورة كيدس وشي ناخذ الوعود باش انه اريد اني على الاقل في المرحلة الأولى استخدمتوف نواها شي نطالب غير وناس جبودي زافني حاليا ناس جمع بيدي سكن توفنا نقلش المامر نقلش المامر الرجل اذ مانايا وشي ناخذ الوعود انه كيش المدة قصيرة أنه هذه عذروا فيه مني وهذا عذير نشا نهارا تبوري ممشي قال جو أمزا أساتي دار روحنا الخدمة وظن ديني وني غاية وظن ديني قاشو تفوى الخدمة يعني دي في ظل الظروف مبريد مني ونتمنى من يعني الصحافة ذا حد سوانا بريد مني حاليا ممشي قا يعني وتشبو ذا بريد إذي غكني وذان نهائيا وتشبو بريد نوذان صافي الأساتذة كل الجن يتحمل المسؤولية الناس أنه هذه قطع الدراسة نهارا الخطوة الموالية من بعد خاصنا السيور نوزدان إتا غنقلو قفاق البلدية نتفاجئ أنه راه التلاميذ حضر دانيتا صافي شنو نوزدان إتا أولا أمسغوي في المشكلة خاص السيور قبر ثانيا ماهمش تلاحظوا أنه الأساتذة نتفاجئ أنه المرفق العمومي إبلا أربعة من التلاميذ حاول هذا الفن يعني القوة لازم طوات يعني أساتذة هما نينيك حمان يعني ضواط ونصح التلاميذ أنه الطلب نفس الحقوق نفس ولكن بطريقة حضارية وبطريقة سلمية مطلب بسيط وواضح ومطلب يعني معقول هو نعزو تعبيد يجي المقطع طرقي مجدو منيخ ليس 150 متر زكبريد تاع السمان غا الاعداديه واش بالله عليكم واش 150 متر تستاهل اخذ ناويه تقريبا وخو 4 شهور متغويه خدمت الدخول المدرسي شي نسغويو 150 متر مبريد مين عزو هو اسكن في مرحله اولى غير توفنا ونازو بوش انت هي نخشنتي زيف نخشن نازو سكن توفنا ما تغنعدو الشيء ما تغنعدو نمحل انا ثاني خمنخ هو توجه النداء الساكنة بن طيب للآباء التلاميذ تقريبا كاين أكثر من 600 تلميذ قاندي الإعدادية خصها تسنخ الآباء نسن ما يتشان زي المشكلة لأنه هناك المسؤولين بدرجة أولى الدفع عن خبريدة ماشي الأساتذة يجي يخدم رتمارة دي سيمانة يجي يخدم ماضين يجي يخدم عمارة والأغلبية غاسن الطموبيل فهمت يعني من العيب أدياس أدياس يجن أستاذ واستخماس يجن زياربات يجن زيو يجدان يجن زيفاس أدياس هذه دافع التلاميذ بن طيب راعيب وعار يعني بغيت نعرف هاد الآباء فين راهم من هاد المشكل شنو هو الموقف ديالهم وشكرا يعني 10 يعني 10 ميزانية
6000 باش نحق الحقوق تاعي بسيط قال باغي كل شوي قاش نتعاني طاش شي كيف ريمي تعاني طاش بيسوا الخيمه على الطوبيل خليني على الطوبيل تعال شي تصيرات من الشعب باش كبريا باش كبريا يا جماعه شوف هذا قطعوا الدراسة ولكن ماشي هما اللي بغاو ينضموا هذه المسيرة. احنا التلامذ وانا اللي كنشرف عليهم احنا ضمنا هذه المسيرة سلمية اللي بغينا ما فيهاش شي حاجة بزاف. بغينا غير مطلب شرعي التلامذ باش نحسوا الوضعية ديالنا ماشي كل نهار تكرفات بنادم في الشتاء ما كنلقاش ما يتمشى سمعوا ديروها يتغني شوية إسهالات شوية هناك المهم وانت في الصعوبة الطاس شي من متى من الصعوبة وفاش تكسب في الشتاء عفوا هذا الشتاء تجد الصعوبة آمنين بورك معي يا الطاس بورك معي وش مالك العدو اللي بيش أبو المغرب القطاع إن هذه الميوة خاصة تكون في الكبسات المهم الكعبة سوبرين أمني الكعبة بالطاس الكعبة اللي بيش أخذ تلاميذ أو تلك الموية ما شو وش مش حاجة الشيء لا أظن كل شرعي الشيء مقع بيش أنا وقف قالك نوم لا تجينا كيف كنت أسرفة الحياة اللي راح تجيب لم يجعزم الشيء أنا وقف بسمع البلدية أنا وغش أو مش أمجيب شي ناس زوار من لك مش حاجة وليد أم يقص من يكون وش حراضة وانت عاجب قوج مش حاجة الشيء ناس زوار من شارع سلوة فهمت الشيء قوج من الدعاء التخريب الشيء بالعكس المرافق العمومية النخ نتحاضر خاصل فهمي غير نفعتو أنا غير نفعت الشيء غير نفعتو النخ الشيء انت ما مش حاجة بسيطة جدا هذا خدير بعدها وقت الدوشة من إسلاح على البريد حامي هذا اسم يوسط المترو اسم يوسط المترو أزوغ عجلات بجلنا ما يسهل شوية من معاناة التلاميذ وشكرا.